هنتكلم في الفقرة بتاعتنا ديت عن اسم مصر في اللغة المصرية القديمة. ممكن كتير جدا من الآراء اتكلمت عن أصل مصر والمصريين، وهل المصريين هو شعب ايه، وممكن كنا شفنا الفترة اللي فاتت الناس اتكلمت عن الأفرو سنتريك وحاجات كتيرة جدا احنا طبعا مش عايزين نخوض فيها عشان وقت حلقتنا. بس يمكن انا عايز اقول على حاجة مهمة جدا، ان احنا الشعب المصري او المصريين القدماء هم اصل حضارات العالم القديم. مصر القديمة اتذكرت في القرآن، مصر اتذكرت في التوراة، مصر جي فيها الرسل، فمصر هي محفوظة ومكنونة بأمر الله. طبعا احنا طبعا حضارة وادي النيل او حضارة مصر القديمة هي من اقدم الحضارات على وجه الارض، وطبعا هي اتعرفت في اللغات العربية واللغات السامية بالكثير جدا من الاسماء، ويمكن هي الاسم بتاع مصر مشتق من جذر سامي قديم. يمكن احنا عارفين سام وحامد بن سيدنا نوح وخلافه، بس طبعا دي قصة كبيرة عشان نحكي اسم مصر كلمة مصر ومجر ومشر. بس انا عشان اقول لك هي جت ازاي لازم انا اقول لك من خلال اللغة المصرية القديمة. يبقى انا لازم يكون عندي حاجات اساسية او عندي ثوابت لازم اتكلم من خلالها، ما اقولش كلام كده وخلاص. يعني عشان كده قلت لك انا هقول لك اسم مصر في اللغة المصرية القديمة، انا عندي نصوص بتقول ان ده اسم مصر، فمن خلال النصوص دي هقول لك ان دي مصر القديمه من خلال النصوص مش من خلال الكلام اللي الناس بتقول. طبعا عرفت في اللغه المصريه القديمه باسم كمت. اول كلمه عندي زي ما انا قلت لحضراتكم اللي هي كلمه كمت. لو انت جيت بقى بصيت معايا للشطار بقى اللي كانوا متابعين اللي بيتابعوا معايا الحلقات من الاول، هتبص تلاقي تقدر توضح لي فين المخصص؟ انا قلت دي كمت، هنقول ان نفترض بالفرض، يعني انا مش عايز عشان ما ادخلكش في قصه الحاجات خاصه باللغه، بس انا عاوز اقول مثلا بالفرض ان ده حرف الميم اللي هو الموم البومه، وده حرف الت، فين بقى المخصص؟ المخصص اللي هو علامه المدينه اللي هي العلامه دي، العلامه ده هي اللي هي علامه النوت، عباره عن ايه؟ عباره عن شوارع متقاطعه. ليه؟ لو انت جيت بصيت هتبص تلاقي ان ده شوارع هي، لو انا بقى اكملها لك اهي، شوارع وشوارع 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 وهكذا. فعشان كده بتسمى بعلامة النوت اللي هي ازاي؟ ادي اهي وهكذا شارع، وتبص تلاقي عكسه شارع تاني اهو وهكذا. فعشان كده لو جيت عملت دايرة حوالين دولت هتبص تلاقيها نوت. يعني انا لو انا جيت حددت اهو هرسمها لك بطريقة تانية اهي ماشي، وهناخد عكسها كده ماشي اهي، عكسها مثلا كده اهي، هبص تلاقي انت بتخش من شارع اهو وتدخل من شارع وتطلع من شارع وشارع. لو رحت رايح عامل دايره حواليك كده بقت كده علامه النوت اللي هي علامه المدينه، اللي هي بتضاف كمخصص للمدن والقرى وخلافه الى اخره. عشان كده علامه تصويريه او مخصص لا ينطق. طيب هنيجي لتاني اسم عندنا من اسماء مصر. عندنا كلمة مصر كمت وتعني الأرض السمراء. في ناس طبعا، أنا برضو عايز أقول على حاجة، كلمة كمت اللي احنا كتبناها بتعني الأرض السمراء، وأنا ما قلتش السوداء. ليه؟ لأن الأرض مش سودة، الأرض سمراء. مش بقول لك إيه أنت اللي هو سمار الأرض نفسها، يقول لك إيه أنت إيه أو أنت أسمر بسمار الأرض وليس بسواد الأرض. السواد بتعني الكحل وبتعني حاجات كتيرة خاصة بالعالم الآخر احنا ملناش علاقة بيها، لكن احنا الكلمة الأصح الكلمة كمت اللي هي الأرض السمراء كناية عن أرض وادي النيل الخزر. طيب عندنا كلمة تانية وهي اللي هي كلمة ديشرت. كلمة ديشرت ده هي اللي هي تترسم بالطائر ماشي، وبيديك التاء، وبديك مخصص اهو مخصص لا، يبقى اسمها ديشرت. ديشرت يعني الارض الحمراء. طب ايه الفرق بين كيمت وديشرت؟ كيمت هكتبها لك تاني اهي عشان الناس اللي نسوها، يبقى جلد التمساح، وبعد كده البومة اللي هي اللي هو حرف الام، بعد كده الت، وبعد كده علامة النوت المدينة اللي هي كمت. كمت اللي هي الأرض السمراء. إيه الفرق بقى بين الاتنين ده؟ إيه الفرق بين كمت والفرق بين ديشرت؟ ديشرت
اللي هي الارض الحمراء اللي هي الصحراء، اما كمت اللي هي الارض السمراء اللي هي الارض الخصبة بتاعت وادي النيل. ده عشان افرق ما بين الاتنين دي. طيب ايه الكلمات التانية اللي مصر القديمة اخذتهم؟ لنا برضو بعض الكلمات التانية. يبقى انا جاي لك بقى من جزئية مهمة. انا ما بكلمكش بقى هتقول لي انت من الدليل بتاعك، طب قلت ان هي كانت مش عارفة ايه. لا، انا بقول لك من الكتابات المصرية القديمة، وبكتب لك الهيروغليف عشان اللي حابب يرجع ممكن ابقى اقول لك ترجع لاني كتب. عندنا ألان جاردنر من الناس اللي اتكلموا عن الكلام ده، عندنا علماء كتاب الدكتور عبد الحليم نور الدين اتكلم عن اللغه المصريه القديمه، هترجع للكلمات اللي هي اتعملت. طيب عندنا كلمه برضو اتسمت بمصر اللي هي اسمها كلمه طاوي. عندنا كلمه الارض بتتكتب ب ط وبحط لها كمان ط، يبقى اتنين ارض يبقى طاوي. يبقى انا عندي كلمه ط اللي هي دي اسمها طا يعني الارض، كلمة الارض. بس انا عندي ارضين اتنين اللي هو ارض الشمال والجنوب. عشان كده انا في البداية قلت لك ايه، قلت لك عندي مصر العليا ومصر السفلى، فعشان كده سميت طا وي. هتقول لي ياه يعني هو عرف المثنى، اقول لك اه هو عرف المثنى، فعشان كده هو قال لك لو قال لك طا هتبقى ارض واحدة، لما قال لك طوي اللي هم الارضين حط لك العلامتين دولت على بعض عشان تسمى ايه الارضين، وهي اشارة الى الاقليمين الرئيسيين في مصر اللي هو اقليم الصعيد واقليم الدلتا. طيب يبقى دي التاني اسم، تالت اسم عندنا اللي هو طاوي. يبقى تالت اسم، يبقى اول اسم عندنا ايه كيمت اللي هي الارض السمراء، بعد كده ديشرت اللي هي الارض الحمراء، بعد كده طاوي اللي هم الارضين، وانا رسمتها لك اهي. طيب عندنا كلمة تانية اسمها ادب وي، ركز معايا ادب وي. الادب وي مكونة من ايه؟ علامة اهي وعلامة تانية اهي، حاجات خاصة بالزراعة وحاجات خاصة بالمياه، تمام؟ اهي العلامة ده اهي اسمها اي دب وي، ادب وي. اللي هم الضفتين، ولازم افرق ما بين طوي اللي هم الارضين وافرق ما بين ادبوي اللي هم الضفتين. ركز معايا في النقطه اللي انا عايز اقول لك عليها دي. يبقى انا بفرق ما بين طوي اللي هم الارضين الشمال والجنوب، اما الضفتين اللي هي الصحراء الشرقيه والصحراء الغربيه، ضفتين نهر النيل. دي كده لحد احنا الان كده ايه ماشيين كويس. طيب عندي حاجه كمان، كلمه كمان هقول لك عليها اهي. عندي كلمة طا شمعو، عندي كلمة طا شمعو بحط مخصص الارض اللي بحط كلمة الارض اللي هي الطا، وبعد كده بحط لك اللي هي العلامة اللي هي خاصة بالنباتات اللي هي النباتات المزدهرة، النباتات المزدهرة، وفي دراع باليد هنا هي علامة مركبة شوية، وبديك علامة النوة اللي هي علامة المدينة برضو رجعنا نحطها تاني اللي هي طا شمعوه اللي هي ارض الجنوب، طا شمعوه اللي هي طا اللي هي ارض الجنوب، ارض الجنوب اللي احنا قلنا عليها اللي هي ايه اللي هي الصعيد، تمام، ارض الشمال اللي هي الدلتا، وارض الجنوب اللي هي مصر العليا. انا بشكركم جزيلا وانتظروني في حلقات قادمة ان شاء الله.